وإن أراد أن يفطر يفطر، فهو مخير. لكن كما قلنا إن شق عليه الصوم وهو مسافر فلا شك أن الأخذ بالرخصة أحسن، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يشترط لوجوب صيام شهر رمضان شروط، أولها البلوغ، أن يكون بالغا الرجل أو المرأة. فالذي لم يبلغ، الصغير الذي لم يبلغ، لا يجب عليه صوم رمضان، وإنما ينبغي لوليه أن يعوده الصيام، يمرنه على الصيام ولا يكرهه، وإنما يحبب إليه الصيام. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الصوم. والدليل على هذا وعلى الذي قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث الاستطاعة، فالعاجز عن الصوم لكبر السن، شخص طاعن في السن جدا كبير جدا ما يطيق الصوم، أو كان عاجزا عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه يعني يستحيل في العادة عند الأطباء أن يشفى منه، يستحيل في العادة أن يشفى من مثل ذلك المرض. إذن الكبير العاجز عن الصوم والمريض مرضا لا يرجى برؤه لا يجب عليهما الصوم، فيفطر عن كل يوم مسكينا، ومقدار هذه الفدية نصف صاع، نصف صاع عن كل يوم. نصف صاع يعني ما يساوي اليوم كيلو ونصف من التمر أو البر أو قوت البلد كالأرز أو غير ذلك. وأما إذا كان المريض مرضا يرجى برؤه، يعني العادة أن مثل هذا المرض يشفى منه الإنسان، لكن كان يضره الصوم، فإنه يفطر إلى أن يصح، يفطر يأخذ بالرخصة إلى أن يصح بدنه، ثم يقضي بعد ذلك بعد رمضان يقضي الأيام التي أفطرها. وأما الحامل والمرضع إذا كان يشق عليهما الصوم، يعني خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما، خافت الحامل على جنينها والمرضع على رضيعها، فإنهما تفطران وتقضيان، تفطران وتقضيان هذه الأيام بعد رمضان، وليس عليهما فدية على الصحيح من أقوال العلماء، إنما يكفيهما، أعني الحامل والمرضع، يكفيهما القضاء. وأما إذا لم يضرهما الصوم ولم تخافا على ولديهما فإنهما يجب عليهما الصوم. وأما المسافر فالسفر رخصة، رخصة من الله سبحانه وتعالى تبيح للمسافر الفطر، فيفطر ثم يقضي بعد رمضان. لكن إن أراد أن يصوم المسافر، يعني سافر وأراد أن يصوم، يعني ما أراد أن يأخذ بالرخصة، فإنه يجوز له إذا لم يشق عليه. وإن أراد أن يفطر يفطر، فهو مخير. لكن كما قلنا إن شق عليه الصوم وهو مسافر فلا شك أن الأخذ بالرخصة أحسن، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.